بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دو دعائیں پڑھیں. انشاءاللہ ہر غم ہر پریشانی ختم ہو جائیں گی. اور وہ دو دعائیں مندرج ذیل ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نمبر 2. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.